الحياة في غزة اليوم عبارة عن حرب ونزوح وحصار وبحث عن ماء وغذاء ودواء. ليست حرباً واحدة تلك التي يواجهها الغزاويون، بل هم يكافحون الموت على جبهات عدة، إحداها الحرب مع الأمراض الوبائية والمعدية. وزارة الصحة في قطاع غزة حذرت من تفشي الأوبئة والأمراض بين السكان بعد رصد 553 ألف حالة إصابة، منها أكثر من 8000 إصابة بعدوى التهاب الكبد الوبائي من نوع A، إضافة للالتهاب الرئوي والأمراض الجلدية والحصبة وغيرها. وقال رامي حيدر العبادلة نائب مدير عام الرعاية الأولية للصحة العامة في غزة إن عوامل الخطورة تكمن في الاكتظاظ بين النازحين في الخيم والمنازل، وتدني مستويات النظافة ونقص المياه الصالحة للشرب، إلى جانب الانتشار الكبير للنفايات.